رجعنا لكم بعد الفاصل مع الطالبة المثالية ما شاء الله عليها 4 سنين. الطالبة المثالية في كلية حقوق بجد هي نموذج مشرف لكل الطلاب وكل الشباب المتخرجة. النهاردة أنا جايباها عشان تعرفنا إيه هو المجلس القومي للمرأة وإزاي هي قدرت توصل ما شاء الله للمكانة دي وإزاي قدرت تواجه التحديات وما شاء الله عليها نزلت واتدربت واجتهدت. النهاردة هنضرب بيها مثل للشباب اللي في سنها وتقول لنا نصايح. الأستاذة رباب نورتي. تسلمي يا دكتورة نورك وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي. عايزاكي تعرفي مشاهدين الصحة وجمال مين هي رباب. هو أنا طالبة في الفرقة الرابعة كلية حقوق جامعة بني سويف. أخدت الطالبة المثالية السنة دي. كمان مسؤول لجنة العلاقات العامة والإعلام منظمة حقوق الإنسان ومنسق طلبات اتحاد طلاب تحيا مصر. ما شاء الله. مسؤول لجنة العلاقات العامة ومنسق طلبات طلاب من أجل مصر تحت رعاية وإشراف دكتور أحمد فاروق. ما شاء الله. منسق منسق عام لطلاب جامعة بني سويف صح كده؟ ده اللي انا عرفته عنك. انا عملت سيرش كتير عنك ما شاء الله عليك. انت عملتي كل حاجه. عايزين بقى نعرف المشاهدين ايه هو نشاط المجلس القومي للمراه. في ناس كتيره جدا ما تعرفش ده حقيقي. عايزين نعرف. وكمان دي فرصه ان احنا نعرف كل السيدات حتى والطالبات لان انا بلاقي ناس مش عارفين ايه هو المجلس القومي للمراه ومش عارفين ينضموا ليه ازاي اصلا. فهو اصلا بيبقى فيه استمارة التقديم بتنزل على صفحة المجلس القومي. وكمان بقى نتكلم في نشاط المجلس القومي ايه هو. هو بداية كده المجلس القومي للمرأة هو المؤسسة المسؤولة عن حماية حقوق ومكتسبات المرأة سواء على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي او الاستراتيجي. كمان الأربع محاور الرئيسية أو الاستراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في عام المرأة عام 2017 دي كانت أول استراتيجية أطلقها المجلس القومي للمرأة على مستوى الدول. يعني كانت أول حاجة عملها السيد الرئيس ما كانتش عملت في دول تانية اللي هو إطلاق الأربع محاور دي على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو حمايتها تشريعيا وثقافيا. ما شاء الله. يعني أي سيده او اي امراه عندها يعني وقعت تحت قهر او اتظلمت تلجا للمجلس القومي للمراه. طبعا طبعا. في الخط الساخن في كل محافظه هو 27 فرع على مستوى الجمهوريه وكمان في 21 وحده مكافحه العنف ضد المراه في الجامعات. كل الغرض منها حمايه حقوق ومكتسبات المراه. كمان النظره الذكوريه او يعني اللي المتعارف عليها ضد المراه بالظبط. طب انا عايزه اعرف بقى ايه الغرض من انشاء وحدات مكافحه العنف بقى ضد المراه. الغرض بقى منها. الغرض منها في الجامعات هو حمايه حقوقها ومكتسباتها. كمان احنا عارفين انه في مشاكل كتيره بتواجهها. هتقولي لي مثلا ليه المفروض ان الحرم الجامعي ده مكان امن سواء للموظفين او الدكاتره السيدات او الطالبات. طبعا احنا عارفين ان في سلبيات في كل مكان سواء بره الحرم الجامعي او داخل. بيبقى في قله قليله كده من الناس بيبصوا للمراه بنظره ذكوريه شويه. فهو الهدف من الوحدات دي مكافحه العنف ضدها او حمايه حقوقها ومكتسباتها سواء داخل الجامعه بقى او خارجها. رباب انا عايزاكي تقولي لي حاجه كده مختصره على اللي هي المبادره من اجل مصر. طلاب من اجل مصر دي كيان هو كان موجود بقاله كذا سنه جامعه بني سويف على مستوى الجامعات كلها. ولكن الصراحه في حضور دكتور احمد فاروق الياس المنسق العام للكيان في جامعه بني سويف الحقيقه الوضع اختلف تماما في اخر 3 سنين. يمكن نشاط الكيان بدا كل الناس تعرفه وكل الطلبه يزيد. احنا كمان كاتحاد طلبه انا اتحاد طلبه كليه حقوق تقريبا الاتحاد كله داخل الكيان. دكتور احمد كمان حد يعني مجتهد جدا في شغله دايما قريب مننا دايما لو حد عنده مشكله شخصيه اي حاجه يعني هو احنا صديقنا وقدوتنا ومثلنا الاعلى. نوجه له تحيه بقى من برنامج يا ريت. شكل انا من مكاني بوجه له بصراحه تحيه وبشكره جدا وبعتبره قدوه ومثل اعلى ليا الحقيقه. هو وقف جنبي كتير للامانه وعرفته في فتره قصيره بس اثر فيها جدا.
فعلا دي حاجة يعني بتولد النجاح، ان يكون الرئيس العمل قريب من دي اللي حقيقة. شغال وهو تحتيه كمان او اللي يعني هو معاه. سنه صغير فقدر يوصل لنا، اي حد عنده مبادرة عنده فكرة دايما بيقول لنا بيسمعكم، keep going وانا معاكم، واي حاجة دعم مادي دعم معنوي ما يعني بصراحة ربنا موجود. يكرمه يا رب. واحنا بنقدم له تحية من برنامج شكل تاني، قناة الصحة والجمال. وعندي سؤال تاني، وانا عرفت ان انتي بتتدربي مع محامين او محامي. انا نزلت فعلا فترة الدراسة، انا نزلت بعد تانية حقوق. طيب احنا نقول ايه للشباب او للطلاب، يقدروا ازاي يوصلوا ان هو يتدربوا، او استفدت ايه من التدريب؟ هو هيقابلوا عقبات طبعا كتيرة جدا، أولها التعامل مع الموظفين ايوه طبعا. لأنه يعني هتلاقي عقليات مختلفة بقى، ويعني احنا عارفين المؤسسات الحكومية بيبقى ايه الوضع فيها والموظفين فيها عاملين ازاي. بس كل واحد بالنسبة لفترة التدريب خلال الدراسة كل واحد هو معيار نفسه، كل واحد يقدر أكيد يحدد هو صح. هيستفيد اكتر خبره عمليه ان هو ينزل مثلا مع محامي ويتدرب معاه، ولا يفضل مثلا ان هو يستفيد في القراءه ويكتسب خبره اكتر من القراءه، وبعد كده لما يتخرج بقى يبقى ينزل مع انا محامي او يتدرب شايفه معاه. وجهه نظري يعني ان هو يتدرب عملي احسن، لان المحاماه مهنه مش سهله، كلها قوانين، والاحتكاك بالواقع بيدي خبره. دي ده رايي، حقيقه. انت ايه رايك؟ بس انا نزلت الحقيقه، انا يعني الموضوع ده نسبي، كل واحد يقدر يحدد هو ممكن يكتسب الخبرة بتاعته ازاي. كمان انا بالنسبة لي وفر لي وقت كتير ان انا نزلت فترة الدراسة، انا في حاجات كتيرة ألميت بيها، مش مستنية لسه ان انا اتخرج والاجراءات ازاي اعمل معارضة، ازاي اعمل استئناف، ازاي أأيد قضية في الجدول، ازاي لو المرافعة مثلا عدت ازاي نكتب طلب فتح باب مرافعة، كل الحاجات دي انا اكتسبتها. في ناس ممكن تقول لك لا انا ممكن اكتسبها من خلال ان انا اقرا في كتب برضو، يعني تمام الموضوع نسبي. يعني مدة التدريب المناسبة قد ايه من وجهة نظرك؟ انا شايفه ان هو من 6 شهور لسنه مناسبه جدا، ويقدر يعرف فيها كل الاجراءات، يعني الاجراءات اللي هو ممكن يكتسبها من الخبره العمليه. الموضوع بيبقى نسبي بقى من شخص للتاني، في ناس تلم بالموضوع في 6 شهور، في ناس تقعد تنتظر سنه، يعني الموضوع نسبي. نفسك توصلي لايه؟ الحقيقة أنا يعني ماليش سقف لطموحي، يعني أنا طول الوقت بسعى وبجتهد وأنا مش مسؤولة عن النتيجة، أنا بس مسؤولة عن السعي. كلنا لازم نجتهد ونحارب دي ونشتغل، حقيقة، والوصول ده لربنا سبحانه وتعالى. بس دي انت حقيقة. بتكوني حاطة تارجت لنفسك، أنا شايفة نفسك فين؟ يمكن مش هقول لك بقى الأسئلة المتعارف عليها بتاعت الـ HR دي، لا انا نفسك بقولك فين بعد 5 سنين؟ نفسك فين. اه بصراحة يعني ربنا بيعوض، تمام، اكيد طول طبعا. الوقت أنا بسعى ودايما ربنا بيديني أكتر من اللي أنا كنت متوقعة، عشان كده أنا مش عايزة أحط لان انت لنفسي مجتهدة. تسلمي يا رب، فعشان كده أنا مش عايزة أحط لنفسي لا سقف لطموحي ولا أقول أنا عايزة أوصل لكذا، أنا بجتهد وبعمل اللي عليا وزي ما تيجي بقى يعني. ربنا معاكي. تحبي تسلمي. تشكري مين او مين اللي دعمك؟ كتير كتير الحقيقة، بس يعني أولهم أمي، حابة أشكرها جدا وأقول لها ربنا يخليكي رب يا رب ليا، يا رب. هي سندي بعد وفاة بابا طبعا وأخواتي. كمان بقى دكاترتي، حابة أشكر دكتور رجب عبد الظاهر، دكتور عبد الله عادل عبد الله، دكتور عادل عبده، الناس دي حرفيا أثرت فيا كتير ووقفت جنبي، وناس منهم كتير دعموني يعني، فمش عايزه انسى حد يعني، وصحابي كل الناس. الكاميرا قدامك، تمام. وعايزاكي تنصحي نصيحة لكل الشباب اللي في سنك. تمام. اول نصيحه احب اقولها ان طول الوقت ما تسمحش لحد ان هو يوقفك او يقول لك لا انت مش هتوصل، او يحاول يقلل من شأنك، ما تسمعش طموحاتك دايما واهدافك، خليها سر بينك وبين نفسك واسعى لتحقيقها، ما تديش فرصه لحد ان هو يقلل منك او يقلل من طموحاتك، انت طول ما انت عايش انت تقدر توصل لاحسن مكانه، ايا كان حد قبلك وصل في المجال بتاعك هو مش احسن منك، فبالسعي أكيد باذن الله هتوصل. أكيد. في نهاية حلقتي عايزة أقول لكم كل وحابه سنة. اشكرك. لا حبيبتي، بشكرك جدا، حبيبتي أنت حقيقي نورتي حقيقي البرنامج. حضورك مميز جدا حبيبتي يا واعلاميه رب، مميزه جدا، تسلمي وبتمنى لك كل تسلمي. التوفيق يا رب. وأنا كمان بتمنى لك كل التوفيق، وكانت تسلمي. بجد فقرة جميلة جدا، تسلمي يا واللي دكتور. طلع من القلب وصل للقلب. أوعى حد يوقفك، أوعى كلام الناس يأثر فيك، خلي عندك طموح، خلي عندك أمل في ربنا. واستنوني في برنامج شكل تاني، وكل سنة وأنتم طيبين.
Thank you.